النبي قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. تخيل يا مسلم أنك تعود إلى بيتك من سفر فتجد بأن الزوجة ميتة والأولاد أموات والبيت محترق، ما حجم هذه المصيبة على قلبك؟ ما حجم هذه المصيبة على قلبك؟ حجمها عظيم. تعود إلى بيتك والزوجة ميتة والأولاد أموات والبيت محترق، حجمها عظيم. صلاة العصر إذا فاتتك هي وقعها في قلب المؤمن أشد من هذه المصيبة.